وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس جهاد وأفراس عمر 3 سنوات في الشوط السادس لدية نادي الفروسية على مسافة 1600 متر. مشارك كل من قطن المحايد مدينة فتان تعزيز فخر القصيم جودة جواد طير الخير بنت قرمة بادع مثل البدر انتظام انهال أبواب وزينة خلود الجال هاني والتقدم الانتظام في المركز الأول تتقدم انتظام المركز الأول مع محاولات طير الخير المركز الثاني. إذا تنافس جهاد وأفراس عمر 3 سنوات في الشوط السادس والانطلاقة لانتظام والمحاولة تأتي من طير الخير الآن من الخارج مع محاولات قطنة الآن للتقدم وتحسين موقعها مع تحسين موقع بنت قرمة الآن في المركز الرابع ومحاولات تأتي من قبل أيضا مثل البدر من الداخل الآن للحق بانتظام المتصدر الآن في المركز الأول بنصف طول الآن بنصف رقبة الآن في المركز الأول انتظام ومثل البدر في المركز الثاني التي وضعت كمرشح أيضا تتقدم مثل البدر الآن للمركز الأول من الداخل الآن بنصف رقبة الآن المركز الأول مع محاولات تأتي أيضا من طير الخير وأيضا محاولات من فخر القصيم وأيضا بنت قرمة ومحاولات من مدينتي وأيضا محاولات من قبل بنت قرمة. المنعطف الأخير يجمع جياد وأفراس عمر 3 سنوات والتقدم لمثل البدر من الداخل مع محاولات لكل من فخر القصيم وأيضا بنت قرمة للحاق بالمتصدرة مثل البدر ابنة مطلق في المركز الأول مع محاولات للتقدم والدخول الآن من بنت قرمة في المحاولات تأتي الآن والتقدم لمثل البدر في المركز الأول مع محاولات بنت قرمة للتقدم الآن والمركز الأول بنت قرمة في المركز الأول تتقدم الآن ومحاولات تأتي أيضا من قبل صالح أيضا أبواب والتقدم كما نتابع لبنت قرمة ابنة مكنون تسجل الانتصار الثاني في سجلها لخرسان بمنير هادي الرشيد تدريبات محمد بن خالد والقيادة الموفقة لخالد الرويشي.